السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى. واليوم من مدينة أكادير، هذا ما فعله سائق سيارة أجرة بعدما عثر على 50 مليون سنتيم. إليكم التفاصيل. اليوم في مدينة أكادير عثر سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير بمدينة أكادير على مبلغ 50 مليون سنتيم مخبأ بعناية داخل حقيبة. ووفقا لما أوردته الجمعية المهنية لأرباب مستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة أكادير، فإن السائق عثر على المبلغ المذكور بجانب الطريق بحي بن سركاو مرفوقا بشيكات تحمل مبالغ مالية وبطائق تخص صاحب هذه الحقيبة. وأضافت الجمعية المهنية أن السائق استطاع التعرف على هوية صاحب الحقيبة انطلاقا من الوثائق المتضمنة فيها، حيث تبين أنه تاجر في بيع الأثاث المنزلية. وأكدت الجمعية أن السائق احتفظ بالحقيبة 3 أيام، وبعدها اتصل بصاحبها وسلمه ممتلكاته، ما جعل التاجر يمنح مبلغ 3 مليون سنتيم لسائق سيارة الأجرة كمكافأة له على صدقه وأمانته. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر على نطاق واسع، حيث أشادوا بالأخلاق الحميدة لسائق سيارة الأجرة وشهامته. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بأكادير لم تصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي هذه الواقعة التي أوردت تفاصيلها الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة. وهذه بعض تعاليق المشاهدين لهذه الواقعة. كان في التعليق الأول: لا يجب أن يعتبر هذا التصرف الإنساني والأخلاقي غريبا في مجتمع متشبع بالأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية. الغريب هو أن يطمع الإنسان في مال غيره، هذا ما يجب أن نعلمه لأبنائنا. تحياتي للرجل الأمين، أجرك عند الله. وفي تعليق آخر: أولا تحياتي لك سيدي السائق على هذه الأخلاق النبيلة، لكن كيف لصاحب هذه الحقيبة التي تحتوي على هذا المبلغ الضخم أن تضيع منه، وخاصة أنها ليست له؟ وفي تعاليق أخرى نجد: القناعة كنز والتواضع سيد الأخلاق، والله يعوض كل مخلص في الأعمال والنيات. أحسنت التصرف أيها الشريف، الحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع. يستحق وسام البطولة في زمن غابت فيه الأمانة، رغم أنه محتاج ولكن لم يمد يده للحرام، عكس المسؤولين لهم مناصب ورواتب خيالية ويعتون فسادا في الأرض. متابعيني، كان هذا الموضوع المخصص لهذا اليوم. أترككم إلى فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.